لن عدنا لكم من جديد. تحية لكل السادة مشاهدينا الكرام بكل المتابعين الأوفياء والأعزاء لقناة الشباب قناة شوف تي في وشوف سبور من هنا من ملعب الشهداء الملعب البلدي بمدينة وضم. انطلقت الجولة الثانية الشوط الثاني ينطلق بدقيقة دائما. النتيجة تقدم رجاء بني ملال بهدف لصفر على فريق سريع وضم بمركب ملعب الشهداء بمدينة وضم. كانت تواجدوا بطبيعة الحال في منصة الصحافة الشهيرة العالية في الطابق الثاني. كرة عند لاعبي رجاء بني ملال. انطلقت الشوط الثاني سريع وضم متخلف منهزم بميدانه أمام جماهيره بهدف لصفر. كرة استرجعها مدافع رجاء بني ملال أخذ ورد بين الطرفين. الحكم كان على خطأ لصالح رجاء بني ملال. دائما النتيجة المسجلة تقدم رجاء بني ملال بهدف رضوان الكروي في الشوط الأول. عند لاعبي سريع وضم كرة خاطئة كمال الصالحي عند باولو دي سوزا البرازيلي والهدف الثاني. الهدف الثاني لرجاء بني ملال. رجاء بني ملال يستفيد من خطأ دفاعي باولو ريكاردو دي سوزا البرازيلي في غفلة من مدافعي رجاء بني ملال او من مدافعي سريع وضم عفوا يسجل الهدف الثاني. اذا النتيجة تتغير هنا بملعب الشهداء بمدينة وضم. سير الله خويا. شوف شوف شكرا. هاك هاك هاك. اذا كما قلت الهدف الثاني برازيل مصطفى. مرحبا زميلي موسى. مرحبا سي طلحه خويا كتسمعني؟ مرحبا زميلي موسى. مرحبا زميلي طلحه. مرحبا كنسمعكم جيدا؟ كنسمعك موسى. موسى موسى موسى. إذن كرة كانت خطيرة لفريق سريع وضم قبل لحظات قليلة قبل ثواني. يعني والقائم أو القائم الأيمن يخرج الكرة يعني يساعد الحارس ديال رجاء بني ملال زكريا بن عبو. كرة تتلقاكم بالقائم وضربة جزاء على المباشر. ضربة جزاء لسريع وضم الآن بعد إسقاط أحد لاعبي سريع وضم. ضربة جزاء الآن لسريع وضم. خويا موسى تبقى معايا على الخط.
تقدم رجاء بني ملال بهدفين لصفر في بداية الشوط الثاني. الهدف الثاني من تسجيل البرازيلي باولو ريكاردو دي سوزا، هو اللي يعني اقتنص الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي محض في تمرير الكرة. بعد دقيقة أو دقيقة ونصف حتى دقيقتين هجمة مرتدة لفريق سريع وتزم الكرة كرد القائم ديال الحارس زكريا بن عبو، فضربت بعدها محاولة كانت لسريع وتزم إسقاط لاعب سريع وتزم، والحكم مستحسن يعلن عن ضربة جزاء فريق وسريع وتزم. غادي تبقى معايا على الخط، غادي نشوفوها مباشرة تنفيذ ديال ضربة الجزاء. الحكم كيطلب من اللاعبين عدم الدخول إلى مربع العمليات. جماهير سريع وتزم تشجع تساند بكل قوة. غادي نشوفوا ضربة جزاء، الحكم يعطي صفيرات انطلاقة وتسجل هدف الأول لسريع وتزم. تقليص النتيجة الآن، تقدم رجاء بني ملال بهدفين مقابل هدف واحد أمام سريع وتزم في ملعب الشهداء بمدينة وتزم. إليك الخط زميلي موسى. نعم أشو دابا شكون اللي سولني، واش طلحا ولا عرمومن؟ مرحبا زميلي عرمومن خويا عزيزي. فالاجواء داخل الملعب الشهداء بمدينة وتزم فهي اجواء عادية لكون بالنسبة للأجواء فهي أجواء عادية، بالنسبة للجماهير الحاضرة فهي فقط جماهير سريع وتزم بحكم منع تنقل جماهير فريق رجاء بني ملال أخويا محمد بقرار من السلطات الأمنية المحلية هنا بمدينة وتزم في الاجتماع الأمني الذي يجرى عادة وسط الأسبوع قبل أي مقابلة تجرى بملعب الشهداء بمدينة وتزم. يعني جماهير رجاء بني ملال أو فصيل ستار بويز إلترا ستار بويز المشجع لفريق رجاء بني ملال المساندة للفريق فهي اليوم مكرهة بطبيعة الحال غير متواجدة في مدرجات ملعب الشهداء بمدينة وتزم. سريع وتزم جماهير سريع وتزم إلتراس مارتيس فهما متواجدين يشجعون بطبيعة الحال يساندون فريقهم يدفعون بالفريق بتشجيعاتهم بطبيعة الحال بإبداعاتهم من أجل الانعتاق من أسفل الترتيب المخالب ديال النزول والمراكز الأخيرة. فهذا شيء عادي، جماهير سريع وتزم هي غاضبة بطبيعة الحال على الرتبة اللي كيحتل الفريق ديالها، ولكن فهي تشجع تساند بكل قوة. وتقريبا حضور جماهيري بيني وبينك محمد ما كيتعداش ألف متفرج هنا في ملعب الشهداء. المدرب الجديد الركراكي فهو عنده فلسفه ديالو بطبيعه الحال، عنده طريقه ديالو في اللعب ماشي كباقي المدربين كسابق المدربين اللي تعاقدوا مع فريق سريع وتزم. فالان كيحاولوا اللاعبين انهم يندمجوا مع الفلسفه الجديده للمدرب الجديد ديالهم بطبيعه الحال. محمد اذا النتيجه دائما 2-1 لصالح رجاء بني ملال، الى اللقاء. إذن استفاقة لفريق سريع وتزم.
الذي سجل الهدف الاول. خويا عزيز، خويا طلعت بخير. استفاقه لسريع وتزم بعد تسجيل الهدف الاول عن طريق ضربه جزاء. نتيجه دائما 2-1 لرجاء بني ملال هنا بملعب الشهداء بمدينه وتزم. إصابة حارس رجاء بني ملال زكريا بن عبو. أن المقابلة متوقفة مشاهدينا متابعينا الكرام. دائما تقدم رجاء بني ملال بهدف هدفين مقابل هدف واحد، ودي رسالة إلتراس مارتياس. الشوط الثاني يوم مشرق. كرة كيلعبها زكريا بن عبو، تجاوز وسط الميدان. استفاقة لفريق سريع وتزم. كرة كتلعب بسرعة، محاولات كرة خطيرة وتدخل قدفة كانت في يد حارس زكريا بن عبو. قدفة يعني ما كانتش بالقوة اللازمة وبالدقة اللازمة، بكل سهولة يلتقطها زكريا بن عبو. ضربة خطأ. لعب لرجاء بني ملال كتجاوز وسط الميدان. باولو ريكاردو دي سوزا لاعب البرازيلي. كرة خطيرة لرجاء بني ملال، كرة خطيرة تكتسي الخطورة، خصوصا تمريرة لعلياد والكروي، ولكن تدخل مدافعي سريع وتزم. يوسف الرياني قام بعمل كبير في هذه المحاولة الأخيرة. التمريرات محكمة متقنة على المقاس للاعبي رجاء بني ملال. زاوية ركنية تنفذ، كرة طويلة، تدخل حارس سريع وتزم إلى الركنية من جديد. زاوية ثانية على التوالي رجاء بني ملال. المدرب الركراكي مدرب سريع وتزم يقدم على التغيير الثاني، يحاول جيدا تغيير خطط اللعب لإدراك هدف التعادل. دائما تقدم رجاء بني ملال بهدفين مقابل هدف واحد. كرة تدخل احد مدافعي سريع وتزم كتجاوز مدرجات الملعب وكتمشي بعيدا عن ملعب الشهداء. دخول رقم 99 وخروج رقم 9.
لعب الزاوية تمريرة ولكن تدخل مدافعي سريع وتزم بالرأس بدون الكرة. استشعر لاعبي رجاء بني ملال من جديد. دخول أنس هرادة في التغيير الأخير وخروج سيدي بي برولاي سيدو رقم 9، يعني التغيير الأخير لحسن الركراكي مدرب سريع واتزم اللي كيحاول جاهدا تغيير خطط اللاعب وكيلعب بالاوتوماتيزمات اللي عنده وبالبنك ديال الاحتياط اللي عنده. كره خطيره لسريع واتزم والحكم يرفع الرايه مشيرا الى وجود تسلل. حكم الشرط المساعد الاول لن كما قلت أذكر متابعي قناة الشباب قناة شوف تي في، فنتيجة هي 2-1 لرجاء بني ملال. دخلنا الدقيقة 16 من الشوط الثاني اللي كنلعبوا دقيقة 61 الآن. ضربة خطأ غير مباشرة تلعب كرة طويلة تجاوز وسط الميدان لاعبي فريق سريع واتزم محاولة بناء من الجهة اليسرى. واش غيوصل لاعب سريع واتزم كيوصلها ولكن الحكم كيقول ضربة مرمى 5.50 لرجاء بني ملال المنتصر لحدود دقيقة 62 بهدفين مقابل هدف واحد. زكريا بن عبو غادي ينفد الكرة كتجاوز وسط الميدان كرة واتزمية كيشعرها لاعبي سريع واتزم للدفاع تمريرة طويلة للهجوم مباشرة. هذا أنس هرادة والحكم يعلن من جديد على التسلل. تسلل أنس هرادة هذا اللاعب البديل اللي دخل قبل لحظات قليلة من الآن اللي دفع به المدرب حسن الركراكي. الصوت واش كاين تما؟ واش كاين الصوت؟ واش كاين الصوت ديالي؟ صافي صافي تلعب كرة طويلة كتجاوز وسط الميدان كيستجعوها مدافعي رجاء بني ملال. كرة عند الهلالي كمال الصالحي عند لاعب سريع واتزم عند رضوان الكروي ولكن الحكم ديال الشرط الحكم المساعد الثاني رافع الرايه ديالو معلنا بذلك على كرة واتزمية مهدي مولاتاي محاولة للبناء باولو ريكاردو دي سوزا البرازيلي في صفوف رجاء بني ملال. باولو ريكاردو دي سوزا من الجهة اليسرى
كيحاول انه يمر على لاعب سهل عواتزم، ولكن الكره في التماس، شرط التماس لصالح فريق سريع عواتزم من الجهه اليسرى، كيتلعب بسرعه كره عند حارس سريع عواتزم، محاوله البناء انطلاقا من الخلف، الحارس كيمرر الكره طويله، واش غيتمكن منها لاعب سريع عواتزم؟ يتمكن منها بوبولا مهدي مولاتاي، وعلى ما اعتقد يعني الى كان اتفاق الرياضي المراكشي لا زال منتصرا بهدف لصفر، ف في مقابلة جمعية سلا بطبيعة الحال اللي كتجمع في هذه اللحظات في هذه الاثناء، فالمقابلة هنا تشتعل لانه نتيجة اتفاق الرياضي المراكشي وجمعية سلا مرتبطة بنتيجة سريع عواتزم اليوم، لانهم يعني على بعد نقطتين من بعضهم البعض، فبطبيعة الحال لعب كرة ولكن بدون عنوان. لأن اتفاق الرياضي المراكشي كيوصل للنقطة 25 ياك، سريع عواتزم المنهزم تيبقى ليه 25 نقطة كذلك، فتشتعل المنافسة من جديد في سلم أسفل الترتيب بين الفرق التي تريد الانعتاق من مخالب النزول إلى القسم الهواة. يعني نتيجة مقابلة جمعية سلا واتفاق الرياضي المراكشي فهي مرتبطة بمقابلة سريع عواتزم وراجع بني ملال، خصوصا لأنهم جوج في سلم الترتيب في الصفوف الأخيرة، كرة قطزع عند حارس سريع عواتزم. كرة خطيرة لرضوان الكروي، حكم تيقول ما فيها والو، يعلن حكم عن استمرار اللاعب. كرة في وسط الميدان، كرة ملالية من الجهة اليسرى، تمريرة ولكن تدخل مدافع سريع عواتزم بالرأس، بوبولا ناميبيا كنا فاصل مع الدين، كرة خطيرة، حكم يطالب باستمرار اللعب ما فيها والو، صنفوت غادي فريق سريع عواتزم، كرة خطيرة عند كمال الصالحي، كمال الصالحي باولو ريكاردو دي سوزا، كمال الصالحي من الجهة اليمنى، تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق رجاء بني ملال، الآن تمريرة طويلة عند باتجاه رضوان الكروي، هداف بطولة القسم الثاني ب 18 هدف رضوان الكروي، تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق رجاء بني ملال، الكرة كتسونترا ولكن في الزاوية ركنية لرجاء بني ملال. تغيير آخر لحسن الركراكي، دخول رقم 7
اليوم هايكي حيكي كرة كتلعب باولو ريكاردو دي سوزا هو تمس شرط لسريع واتزم تغيير في صفوف رجاء بني ملال دخول رقم 14 وخروج كمال الصالحي قول عبد الصمد أنياني مكان كمال الصالحي دقيقة 26 من الشوط الثاني قصبين من المقابلة رضوان الكروي والحكم يعلن عن خطأ لرجاء بني ملال واحتجاجات من لاعبي سريع واتزم احتجاجات متتالية على حكم المقابلة اليوم مستحسن أو مستحسن تدخل حارس السريع واتزم كرة في وسط الميدان طويلة وبالرأس مدافع رجاء بني ملال يعيدها للحارس زكريا بن عبو مقابلة اشتعلت بعد الهدف الأول لسريع واتزم والاستفاقة ديال أبناء حسن الرقراقي صراحة كانوا غائبين في الشوط الأول لكن في بداية الشوط الثاني كانت استفاقة ولو هي متأخرة بعد الشيء ولكن عادوا في النتيجة سجلوا هدف أول وهددوا مرمى هذه محاولة خطيرة لفريق رجاء بني ملال ولكن مرت محادية ببضع سنتيمترات على حارس فريق سريع واتزم رجاء بني ملال يلعب الآن بالهجوم المرتد السريع أو حتى ينوم المقابلة فبطبيعة الحال خلاه سريع واتزم أنه يدومينو لوجو فبطبيعة الحال وكيلعبوا على استغلال الأخطاء الدفاعية أو الثغرات في وسط الميدان للوصول لمرمى حارس سريع واتزم يعني متحكم في زمام المقابلة الآن فهاد اللحظات هو فريق سريع واتزم الذي يناور من كل الجهات من كل الجوانب بحثا عن هدف تعديل النتيجة والكفة مقابلة في أجواء مشحونة الآن بطبيعة الحال بعد معرفة نتيجة مقابلة جمعية سلا والاتفاق الرياضي لمراكشي اللي كتجرى في هذه الأثناء وفضل اللحظات باقي اتفاق المراكشي إلى بقت نتيجة ديال فوز اتفاق المراكشي على الجمعية الرياضية السلوية فغادي يوصل لنقطة 25 نقطة 25 هي نفسها اللي كيتحصل عليها حاليا سريع واتزم بنتيجة اليوم نتيجة الهزيمة فالمنافسة في أسفل سلم الترتيب في البطولة الاحترافية في قسمها الثاني تشتعل من جديد وجمعية سلا قراصنة سلا سفينة قراصنة سلا تغرق وحيدة في مؤخرة الترتيب ب 18 نقطة يعني
إلى استمرت نتيجة الاتفاق المراكشي في الفوز فسفينة قراصنة جمعية سلا تغرق واحدة في الرتبة الأخيرة، تشتعل المنافسة من جديد. كرة واتزمية عند حارس سريع، واتزم تجاوز وسط الميدان، تدخل مدافع رجاء بني ملال باولو ريكاردو دي سوزا. صافي شكرا. دقيقة 30 75 دقيقة. دائما النتيجة تقدم رجاء بني ملال بهدفين مقابل هدف واحد على سريع واتزم، 2-1 لرجاء بني ملال على سريع واتزم. تدخل حارس رجاء بني ملال زكريا بن عبو دائما مشتعلة مقابلة رجاء بني ملال وسريع واتزم مشتعلة في الربع ساعة الأخير من المقابلة. 15 دقيقة تفصلنا عن نهاية المقابلة. دائما تقدم رجاء بني ملال بهدفين مقابل هدف واحد، شرط تماس لرجاء بني ملال. باولو ريكاردو دي سوزا كرة ملالية، يحاول باولو ريكاردو دي سوزا وحده وحيدا منفردا في غياب المساندة، كتضيع منه كرة وكتمشي إلى 5.50 متر. كرة طويلة كتجاوز وسط الميدان والحكم يعلن عن خطأ ضد مهاجم سريع واتزم. زكريا بن عبو كتلعب كرة طويلة من زكريا بن عبو في اتجاه رضوان الكروي، كتضيع من رضوان كيستجعو لاعبي سريع واتزم. كرة خطيرة لسريع واتزم. بوبولا ممكن تشكل خطورة الكرة، تمريرة وتدخل مدافع رجاء بني ملال إلى التماس، كانت كرة تشكل الخطورة. متابعي قناة الشباب، قناة شوف تيفي وقناة شوف سبور، أرحب من جديد وأجدد الترحاب بكل من التحق بفضل البث المباشر فهاد اللحظات وفهاد الأثناء. أذكر النتيجة 2-1 لصالح رجاء بني ملال، 2-1 لرجاء بني ملال متقدم في النتيجة الآن على سريع واتزم المنهزم بميدانه وأمام جماهيره هنا بملعب الشهداء الملعب البلدي بمدينة واتزم. تماس غير تلعب بشكل طويل، تلعب الكرة كتمشي ضربة رأسية بوبولا ولكن بدون عنوان. Thank you.
باولو ريكاردو دي سوزا البرازيلي في محاولات لتمرير الكرة، شرط تماس بوبولا، حكم كيعطي الامتياز. كرة مباغتة بعد خروج الحارس زكريا بن عبو، وعلى إثرها التدخل ديال الحارس أصيب لاعب سريع واتزم. دائما تقدم واتزم أو رجاء بني ملال بجوج لواحد. دقيقة 37 من الشوط الثاني، دقيقة 82 من المقابلة. إصابة لاعب سريع واتزم. كرة طويلة من زكريا بن عبو، حارس رجاء بن ملال خطأ لسريع واتزم. الآن أعصاب مشحونة من الجميع، حتى حكم المقابلة فأعصابه جد مشحونة، والسبب غير معروف خصوصا في اللقطة مع الحارس. بدون تعليق شفتوا المباشر يأمر الحارس بإعادة الكرة المرة الأولى وراء الخط، والله أعلم ما السبب. سمير واش مرحبا
مرحبا، تحيه من جديد الزميل موسى، تحيه لخويا طلحه وكذلك السي محمد ارمومن. فهاد الفضل لحظات سريع وتزمية غط بكل ما اوتي من قوه لادراك هدف التعادل وتعديل الكفه والنتيجه، ولكن بدون اي جديد لحد الساعه. هناك محاولات غادي نشوفها على المباشر، هذه محاوله لفريق سريع واتزم قدفها ولكن تمر بدون عنوان على مرمى الحارس زكريا بن عبو. دائما النتيجه تقدم رجاء بني ملال بهدفين مقابل هدف واحد. كنلعبوا الدقيقه 40 من الشوط الثاني. خويا زميلي موسى، لقطه غريبه جدا، حنا كنعرفوا يعني بكل حياديه حكم المقابله حتى هو اليوم اعصابه مشحونه والسبب يعلمه الله. كيف ذلك زميلي موسى؟ فلكتو كتشوفوا معايا البث المباشر، يعني كان الحكم اعلن عن ضربه مرمى او ضربه خطا بعد اصابه احد لاعبي فريق سريع واتزم. تم تقديم الاسعافات للاعب، تم اخراجه من الملعب، والحكم كيامر الحارس الرجاء بني ملال بانه ينفذ الكره. بعد الوهله الثانيه يصفر من جديد ويامره بارجاع الكره من جديد. يعني لقطه غريبه جدا غير مفهومه من حكم المقابله. فبطبيعه الحال انقل لكم الصوره على ما عينت بكل حياديه. واش الحكم تيقول الحارس ما تضيعش الوقت، او اعصابه مشحونه لنفس او لشيء في نفس يعقوب؟ فالله اعلم. دائما كما قلت زميلي موسى، فالنتيجه هي تقدم رجع بني ملال 2-1. محاولات بين الطرفين وبكل حياديه وتجرد سريع واتزم يستفيق في الشوط الثاني، شوط مختلف عن الشوط الاول. تسجيل هدف يعني الهدف ديال تقليص النتيجه لحد الساعه، ومحاولات بين الفينه والاخرى لادراك تعديل الكفه والنتيجه لادراك هدف التعادل. وهذه احدى غادي نشاهدوها، غادي نتابعها على المباشر. زميلي موسى، كره عند لاعب فريق سريع واتزم من الجهه اليمنى. اش غيعمل هذا اللاعب؟ غادي يمرر، واش غادي يمرر؟ غادي التمريره داخل مربع العمليات، ولكن تدخل مدافع رجاء بني ملال. الحكم غادي يعلن على خطا لمدافع رجاء بني ملال ايوب اي تخصو. اذا كما قلت زميلي موسى، زميلي الحوا، زميلي ارمو من فا، نتيجة لا زالت تقدم رجاء بني ملال 2-1 هنا في ملعب الشهداء بمدينه واتزم. اليك الخير. هذا الدهر. محمد 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 كرة خطيرة لفريق رجاء بني ملال. الآن تتمكن من هذا الكروي في الوهلة الثانية. كرة خطيرة لرجاء بني ملال، ولكن تدخل مدافعي سريع واتزم. وصلنا الدقيقة 44 من الشوط الثاني، تدخل مدافع رجاء بني ملال الى التماس. شرط لسريع واتزم. الان مقابلة من نوع اخر، مقابلة من نوع اخر. غادي ندخلوا الوقت بدل الضائع بعد 30 ثانية بالضبط. هجومات لسريع واتزم الان. بوبولا، كرة واتزمية
محاولة التمرير وتدخل مدافع رجاء بني ملال إلى الزاوية. الحكم غادي يرفع الوقت بدل الضائع الآن. دخلنا الدقيقة 45 دقيقة 45 دقيقة 90 من المقابلة. هجوم خطير لفريق رجاء بني ملال، كرة خطيرة ملالية. الحكم كيعلن على 6 ديال الدقائق كوقت بدل ضائع. 6 ديال الدقائق من الوقت بدل الضائع غادي نعيشوها معكم بكل حماس متابعينا مشاهدنا الكرام. كرة خطيرة، كرة ملالية، ولكن تدخل مدافع سريع واتزم للزاوية. يعني كانت محاولة ديال يعني محاولة ديال تسجيل الهدف ديال الخلاص، تسجيل الهدف الثالث. يديك الشباب معنا، يديك الشباب معنا، وما تبقاش تحركها. كرة للاعبي فريق رجاء بني ملال اللي غادي يحاولوا بطبيعة الحال تهدئة اللاعب. شكرني استعبت زين خلنا شكرني. ما تفهموش في هذه الكرة، مشات عند حارس سريع وتزم، عدم التفاهم بين اللاعبين. الله يحسن الأوان بطبيعة الحال. فخمس دقائق أو 6 دقائق من الوقت بدل الضائع اللي كنعيشوها اللي كتلعب الآن، فهي 6 دقائق اللي ممكن نعتبروها 6 دقائق الموسم بالنسبة لسريع واتزم، لأنه مرتبط كما قلت هذه المقابلة ديال اليوم ديال سريع واتزم ورجاء بني ملال مرتبطة بالمقابلة الثانية ديال اتفاق المراكشي وجمعية سلا اللي باقي لحد الساعة. اتفاق المراكشي فائز بهدف للصفر يغرق سفينة قراصنة جمعية سلا في مؤخرة الترتيب. مقابلة مشتعلة، محاولة سونتراج، كرة طويلة عند لاعبي سريع واتزم. تدخل مدافع رجاء بني ملال، هذه محاولة واش غيتمكن منها ضوا الكروي. كرة خطيرة، كرة خطيرة، ضوا الكروي، رضوان الكروي، ولكن بغرابة ست دقائق أعصاب متشنجة، كل مشحون هنا أعصاب دقائق الأعصاب على الجميع، على الجماهير، على المتابعين، على اللاعبين، على الأطقم الفنية وحتى على حاملي الكرات. طلب العسري سير. كرة خطيرة لرجاء بني ملال عند رضوان الكروي. الآن رجاء بني ملال ثلاث محاولات متوالية، قطع الكرة ببشاعة برعونة وبغرابة. جو جو جو، برافو. تدخل زكريا بن عبو حارس رجاء بني ملال. دقيقة 48 لعبنا 3 ديال الدقائق من الوقت بدل الضائع، دخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. مقابلة الأعصاب، دقائق الأعصاب الآن. كرة خطيرة، كرة خطيرة لسريع واتزم، ويضرب كرة يقذف كرة ببشاعة برعونة، وتدخل مدافع رجاء بني ملال. هي دقائق الأعصاب، الدقائق الأخيرة هنا في ملعب الشهداء بمدينة واتزم. وكرة ارتباك في هذه اللحظات، ارتباك بين الطرفين، بين سريع واتزم، لاعبي سريع واتزم، وكذلك لاعبي رجاء بني ملال اللي ما بقاوش كيتفاهموا مع بعضياتهم بعضهم البعض. يعطيك الخير الشباب، يعطيك الخير، يعطيك الخير.
كرة طويلة. دقائق الأعصاب كنعيشوها معكم متابعي قناة الشعب، قناة شوف تيفي وقناة شوف سبور. كرة الزمية دقائق الأخيرة، حنا دقيقة 50 تبقت دقيقة ونصف من الوقت بدل الضائع المضاف، 6 دقائق تبقت دقيقة ونصف، محاولات لسريع وتزم، محاولات لسريع وتزم، تراجع كلي لفريق رجاء بني ملال الذي أصبح يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة والهجومات الخاطفة. هل يستغل فريق سريع وتزم هذا التراجع لفريق رجاء بني ملال في الدقيقتين الأخيرتين؟ هل تحمل هذه الكرة أي جديد؟ ضربة جزاء لسريع وتزم، ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لسريع وتزم. ضربة جزاء الدقيقة الأخيرة يعلن عنها الحكم مستحسن لسريع وتزم، هو رشق بالقارورات والقنينات البلاستيكية داخل أرضية الملعب، رشق لجماهير سريع وتزم بالقارورات والقنينات البلاستيكية. الأعصاب، جوزنا 6 دقائق المعلنة من الوقت بدل الضائع، ضربة جزاء لسريع وتزم في الدقيقة 6 والأخيرة من الوقت بدل الضائع، وبطبيعة الحال غير تنفذت ضربة جزاء فغادي يعلن الحكم مستحسن على نهاية المقابلة. ضربة جزاء، ضربة جزاء لسريع وتزم، الأعصاب مشحونة هنا متابعينا مشاهدينا الكرام في وتزم ملعب الشهداء، ملعب البلدي لوتزم، الحكم يعطي انطلاق، الإشارات تتنفذ وهدف التعادل، جوج الجوج للتعادل، جوج الجوج، هدفين لمثلهما الآن، هو فرحة هستيرية للجماهير الوتزمية. كوبولا يسجل الهدف الثاني، هدف التعادل، جوج لجوج. يعني حكم مما لا شك فيه غادي يعلن على نهاية المقابلة بعد لعب الكرة الأخيرة. وكيف ما قلت لكم الحكم يعلن على نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي، جوج الجوج، إلى اللقاء. Thank you.
ميريكا.